مشاهدينا الكرام، إليكم موجز الأنباء. ترأس اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان لمتابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. والتعليم، عقد آخر اختبار للطلبة المتقدمين لمدرسة الضبعة نهاية الأسبوع الجاري. قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني أنه سيتم عقد آخر اختبار للطلبة المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية نهاية الأسبوع الجاري، وهو كشف الهيئة. وأضاف نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص له: لا نريد تأخير الطلبة أكثر كل هذا الوقت، موضحا أن عدد الطلبة وصل ما يقرب من 170 طالب، سيتم اختيار 75 طالبا منهم للالتحاق. وإلى الشأن الخارجي، نواب فرنسيون يوقعون على عريضة تطالب منتخب بلادهم بمقاطعة كأس العالم لقطر. طلب عدد من المسؤولين الفرنسيين بمقاطعة كأس العالم في قطر عام 2022، وذلك بعد كارثة بطولة ألعاب القوة التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة الماضية. ووفقا لتقارير إعلامية فرنسية، طالب النائب في البرلمان الفرنسي ريجي جوانيكو عمدة بلدية برج امبريس جون فرانسو ديبا لمقاطعة منتخب فرنسا لمونديال قطر 2022، موضحا أن الأمر سيكون معقدا لكن يجب إثارته بعد الفشل الذريع للدوحة في تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى. وإليكم حالة الطقس. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء. وإلى نهاية النشرة قدمتها لكم مي عبد الرحمن، دمتم في رعاية الله.